ومن الكتب الأكثر مبيعاً لشخصية الحلقة. وشخصية الحلقة النهاردة هي الأديب والناقد الأدبي الأستاذ يوسف الشاروني، وهو واحد من أهم الكتاب اللي أثروا في الحياة الثقافية بشكل كبير جداً في مصر، ورائد من رواد القصة القصيرة، واللي توفى في 19 يناير عام 2017. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونتعرف عليه أكتر ونتعرف على مشواره الأدبي ونرجع نبتدي حلقتنا. كفنان تشكيلي معجون بماء الموهبة والجنون، رسم الأديب الكبير يوسف الشاروني قصصه القصيرة وكأنها لوحات فنية، حتى لقبه أبناء جيله برائد الاتجاه التعبيري في كتابة القصة القصيرة. بدأ الشاروني رحلته مع الأدب عام 1954 عندما نشر مجموعته القصصية الأولى العشاق الخمسة، وتوالت بعدها إبداعاته ليقدم أكثر من 60 عملاً تنوعت ما بين القصص القصيرة والترجمات والروايات، وأهمها مجموعته القصصية رسالة إلى امرأة وآخر العنقود والأم والوحش. درس الشاروني الأداب والفلسفة وتدرج في مناصبه الوظيفية حتى أصبح وكيلاً لوزارة الثقافة، وهو واحد ممن تولوا رئاسة نادي القصة بالقاهرة نظراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال. ترجمت أعمال الشاروني إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية، وتوج تلك المسيرة بحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1979. لم يتوقف مشواره مع الجوائز عند هذا التكريم الكبير، ففي عام 2001 كرمته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية في الأدب، وظلت إسهاماته الأدبية مستمرة في مجال الترجمات والدراسات النقدية والتراثية حتى رحل عن عالمنا في 19 من يناير عام 2017.